تحياتي أصدقائي صديقاتي في كل مكان، أعزائي محبي تعلم اللغة الفرنسية، نرحب بكم اليوم ونقدم لكم هذا الفيديو التوضيحي الخاص بكيفية تعلم اللغة الفرنسية. فنزولا عند رغبة الكثير من المتتبعين الأوفياء الذين يتساءلون عن الطريقة المثلى لتعلم اللغة الفرنسية، فمنهم من يتساءل كيف أبدأ بتعلم اللغة الفرنسية؟ هل أبدأ بتعلم القواعد أم أحفظ الكلمات أم ماذا أفعل؟ لذلك قررنا أن نضع بين أيديكم هذا الفيديو التوضيحي الذي يتضمن 5 قواعد أساسية أو 5 نصائح التي يجب على كل دارس أو متعلم أو راغب في تعلم اللغة الفرنسية أن يتبعها. لكن قبل البدء أود أن أشير إلى شيء مهم جدا، هو أننا لسنا هنا لتقديم حلول سحرية وعجيبة لتعلم اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية تتطلب مجهود وعمل جبار من أجل تعلمها. نحن هنا فقط لإعطاء نصائح وقواعد عملية حقيقية وواقعية لتعلم اللغة الفرنسية. نحن هنا لنمهد أمامكم الطريق حتى تتعلم اللغة الفرنسية بطريقة صحيحة وسليمة. ونبدأ أولا أصدقائي مع أول قاعدة أساسية التي بدونها لا يمكن تعلم اللغة الفرنسية ولا أي لغة أخرى، وهي امتلاك الإرادة والعزيمة والرغبة الشديدة للتعلم. فيجب على كل من يريد تعلم اللغة الفرنسية أن يتوفر على رغبة شديدة وإرادة وعزيمة قويتين للتعلم. فمهما وجدت من الصعوبات أو صادفتك عقبات، سواء في فهم بعض الجمل أو نطق بعض المصطلحات أو فهم بعض قواعد اللغة، فهذا لا يمنع من أن تبذل مجهودا إضافيا من خلال البحث والقراءة والاطلاع حتى تتمكن من الفهم والتعلم رويدا رويدا. شيء آخر ضروري ومهم، وهو حب هذه اللغة الجميلة وجعلها ضمن أولويات التعلم. إذن امتلاك الإرادة والعزيمة والرغبة الشديدة هو شيء مهم جدا، ليس فقط في تعلم اللغة الفرنسية بل حتى في الوصول إلى الأشياء التي نطمح إليها. امتلاك الإرادة هو الكفيل بجعل المستحيل ممكنا. ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية أو النصيحة الثانية من نصائح هذا الفيديو، وهي الإلمام بقواعد اللغة الفرنسية. تعلم قواعد اللغة الفرنسية هو شيء مهم وضروري جدا، فلا يمكنك مثلا كتابة موضوع إنشائي إن لم تكن ملم بقواعد اللغة، سواء قواعد النحو أو تصريف الأفعال أو الإملاء. تشكل هذه القواعد العمود الفقري للغة الفرنسية، لذلك يجب الاطلاع على هذه القواعد والتمرن على استخدامها. ونحن من جانبنا كذلك نحاول تبسيط قواعد اللغة الفرنسية من خلال تقديم مجموعة من الدروس السهلة والمبسطة التي ستجدونها على قناتنا على اليوتيوب، حيث نقوم بتقديم سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية. إذن لمن يريد الاطلاع على هذه الدروس فليتعلق بقناتنا. إذن كخلاصة للقاعدة الثانية، فتعلم قواعد اللغة الفرنسية هو شرط أساسي ومهم لتعلم اللغة الفرنسية. القاعدة الثالثة تقول إغناء المعجم الذهني بمفردات اللغة الفرنسية. على كل متعلم للغة الفرنسية أن يتعلم عدد كبير من المصطلحات والكلمات الجديدة في اللغة الفرنسية. عليه أن يحفظ عدد كبير ومهم حتى يتمكن من تطوير وتنمية لغته، وهذا لا يتم إلا بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة. عليكم بقراءة نصوص باللغة الفرنسية، ستتوقفون عند كلمات لم تفهموها، دونوها وابحثوا عنها في قواميس شرح الكلمات، سواء قواميس فرنسية عربية أو قواميس فرنسية فرنسية، المهم أن تفهموا المعنى. أوصيكم كذلك ألا تحفظوا الجمل، احفظوا الكلمات. مثلا حفظ 100 كلمة أفضل من حفظ 100 جملة. 100 كلمة يمكنكم تشكلوا منها مئات الجمل، لكن 100 جملة لن تنفعكم إلا في السياق والمعنى الذي أتت فيه الجمل. لذلك حفظ الكلمات أولى وأجدر من حفظ الجمل، وهو كذلك مهم لتنمية قدراتكم على كتابة مواضيع إنشائية والتحدث بطلاقة باللغة الفرنسية. ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة. تقول القاعدة الرابعة
متابعة البرامج والأفلام الناطقة بالفرنسية. هذه نصيحة خاصة ومهمة جدا لمن يريد تعلم اللغة الفرنسية. أوصيكم بمتابعة البرامج والمسلسلات والأفلام الناطقة بالفرنسية. هذا شيء مهم ومهم جدا. هناك في النايسات توجد بعض القنوات الناطقة باللغة الفرنسية مثل TV5 Monde وفرانس 2 فرانس 3 وفرانس 5، قنوات جميلة تتضمن مجموعة من البرامج المفيدة ستفيدكم لا محالة، وستفيدكم كذلك في طريقة نطق بعض الكلمات وتعلم عبارات جديدة. عليكم كذلك بمتابعة الأفلام المترجمة، أفلام ناطقة بالفرنسية لكن مع ترجمة أسفل الشاشة باللغة العربية، ستفيدكم في تعلم كلمات جديدة. إذن هذا شيء جيد جيد لمن يريد تعلم اللغة الفرنسية ونطق اللغة الفرنسية بسلاسة. عليكم متابعة البرامج والمسلسلات والأفلام باللغة الفرنسية. والآن مع القاعدة الخامسة والأخيرة، وهي محاولة تطبيق ما تعلمته على أرض الواقع. عندما تتعلم بعض قواعد اللغة الفرنسية ومفردات جديدة، حاول تطبيق ما تعلمته على أرض الواقع، إما الدردشة مع أناس أجانب فرنسيين أو كنديين أو بلجيكيين، المهم أن يكونوا ناطقين باللغة الفرنسية، أو كتابة بعض المواضيع الإنشائية وإعطائها لأستاذ أو مدرس ليصححها لك. حاول أثناء كتاباتك أن تتجنب التعقيد، حاول أن تنتج لغة بسيطة وجميلة. إلى هنا أصدقائي صديقاتي، قد انتهى هذا الفيديو الذي حاولنا فيه تقديم بعض النصائح الأساسية لتعلم اللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب، وتلتحقوا بصفحتنا على الفيسبوك، وتشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر، وإلى اللقاء.